السلام عليكم سميرة، باغا نعاود لكم قصتي. انا 17 عام وانا في هذا البيت وعندي جوج وليدات وانا كنخدم عند الناس كنجمع الخبز كارم. واش نقول لك، نهار خديت هذا الراجل ما خدامش خدمه زوينه وهو مريض على الدور في دق، وانا هاد الناس جاوا لي قال لك فرغي وانا ما بغاش نخرج من هذا البيت، ما عندي فين نمشي. كنت كنخدم ونعطيهم الكرا ونسمح في راسي كاع النهار اللي ما ناكلش كنقول الكرا هو الاول والموضه هو الاول. سول علي اي واحد اللي ساكن حدايا، وهادشي هاد الناس جاوني على غفله. قال لي الافراغ مده شهرين. تجا عندي الراجل دق عليا العون قال لي الدار السقوط وراه عاطينك الناس مالين الدار مده شهرين وانا ما عندي فين نمشي. انا ما قارياش، شديت الورقه هكاك ما عرفتهاش. تجا راجلي وقال لي هادي راه مولا الدار حيت محاميه راه دارت دعاتنا. كنخلص من شهر لشهر، لا في الماء لا في الضوء ولا في اي حاجه، جيراني سولوا عليا وكنسمح في راسي كاع هذاك المرض ديال هذ الكونورا وكلشي وخلصته. كنفيق مع السبعة نخلي ولادي ناسين، والحداش ولا عشرة ونص تلقاني باش نطيب لهم الغداء باش نديهم المدرسة. ما بغيش ولادي يضيعوا ليا. الدري الله طلع ليا الكاطرية ما عمره ما ضوب ليا، الدري صغير مريض بالسكر حتى هو راه يطلع ليا الثاني، وانا راه ضاربة تمارة وهادو راه انا الناس اشبهوا هاد الناس راه ما دايره لهم حتى حاجه خايبه. كنصبن كنخمل كنحك الزيكس كان بالويا حاشا الطوار ديال الزبل كنبوعو مع الخبز كارم كندق على الديور على الخبز كارم. ايوا هادشي اللي كاين. ضرب تمر وعدي السكر مازال ما انا ما صحيحاش، ونفعتني هذيك المعاونه ديال رمضان اللي عطاوني الناس في هاد المرض، هي اللي نفعتني باش خلص الكرا. دارني خاطري ما عنديش فين نمشي، ما عنديش من نمشي. ولادي يضيعوا لي، ولدي عنده 17 عام، ولدي عنده 8 سنين، ما عنديش من نمشي. دارنا ما فيهاش باش عيالات خوتي يشدوني انا ولادي وراجلي، ما يشدونيش. راجلي دارهم في العروبيه، الا كانت هاد الدار عتريب السوق نتسافد يعطوني يشرو ليا. ما عنديش فين نمشي، ندير قيطون الزلقه ما عنديش فين نمشي. ما عنديش انا، شوف انا ما عنديش فين نمشي. بغيت محل وليداتي فين نعيشو. انا راجل ولدي ولا راجل كينعس حتايا، فين الناس؟ ها هي بلاصتو بلاصت خوها، انا بلاصتي هنا بلاصت بواه، فين الناس؟ ومزموط في الحال سخون كي كيولي راه بحال الفران والثلاجه معايا. العميل ديال بالمسيك يعاونني، الله يخلي لي صحيحته، الله يخلي لي ضو عيني. راه ما عنديش فين نمشي، راه ما عنديش فين نمشي. والله اللي بغى يدير معايا شي حاجه الله يخلف عليه، الله يسهل عليهم، يديروا لي امي يحل وليدي الوليدات. ما عنديش فين نمشي.